يعني انت يا عم عبد الله تروح تسلم فرناندو حاكم قسطليه مفاتيح غرناطه وفي الاخر راجع تبكي؟ لقد مررت بظروف في غايه الصعوبه. ظروف ايه بتاع ايه يا عم عبد الله؟ سلام يا عم عبد الله، مش عايز اشوفك تاني. سلام. الظروف ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلمنا في سلسله الاندلس منذ الفتح حتى السقوط في الجزء الاول والثاني والثالث ان فكره فتح الاندلس بدات فعليا عام 86 هجريا، وان طارق بن زياد ومعاه 12000 جندي بس قدر ينتصر على جيش القوط المكون من 100000 جندي بقياده أزريق. وقلنا كمان ان مقوله طارق بن زياد البحر من خلفكم والعدو امامكم، قلنا ان الكلام ده ما حصلش، قلنا ليه كمان ما حصلش. واتكلمنا عن الفتوحات الإسلامية بفرنسا، واتكلمنا كمان عن معركة بلاط الشهداء وإنشاء الدولة الأموية بالأندلس على إيد عبد الرحمن ابن معاوية، وكمان اتكلمنا عن عبد الرحمن الأوسط وهزيمته للفايكنج، واتكلمنا عن عبد الرحمن الناصر وإعلان إقامة الخلافة الإسلامية بالأندلس، وقلنا إيه الأسباب اللي خليته يعلن إقامة الخلافة الإسلامية بالأندلس. والنهارده الجزء الرابع والأخير من سلسلة الأندلس منذ الفتح حتى السقوط، لكن خلونا في البداية نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا اشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. قلنا ما تبقاش مع المسلمين في الأندلس غير غرناطة اللي بيحكمها ابن الأحمر. ابن الأحمر بنى مملكته على وعد من الممالك النصرانية اللي هي أساسا ملهاش عهد، وبالتالي في عام 660 هجرية بدأ الممالك النصرانية إنها تعتدي على حدود غرناطة، ومات محمد ابن الأحمر وجه بعده ابن محمد الفقيه. لما شاف اعتداءات الممالك النصرانية على غرناطة راح وطلب المساعدة من المنصور المريني، والمنصور المريني هو حاكم دولة مريني اللي كانت بتحكم بلاد المغرب واللي جات بعد سقوط دولة الموحدين. وبالفعل عبر المنصور المريني للأندلس، وهناك دارت معركة كبيرة جدا سميت بمعركة النونوانية. ودارت معركة النونوانية ما بين التحالف الإسلامي المكون من المنصور المريني ومحمد الفقيه ضد مملكة قشتالية، وبتوفيق ربنا ب 10000 جندي بس قدر ينتصر منصور المريني ومعاه محمد الفقيه على مملكة قشتالية، وبعدها تنازل حاكم ملقى عن أرضه للمنصور المريني. فهنا بدأ الفار يلعب في عد محمد الفقيه، وخاف إن المنصور المريني ياخد غرناطة منه، فراح متحالف مع ملك قشتالية على إنهم يطردوا المنصور المريني من الأندلس. وبالفعل جت أساطيل ألفونسو وحاصرت طريف، والمنصور المريني ما قدرش يساعد طريف بسبب الاضطرابات اللي كانت في المغرب. لكن محمد الفقيه لما عرف إن ألفونسو العاشر مش جاي علشان يطرد المنصور المرينو بس، لا ده كمان جاي علشان ياخد طريف، وكمان محمد الفقيه شاف احوال المسلمين المحاصرين في طريف، فساعتها قرر انه هيخلي الاسطول بتاعه في خدمه المسلمين اللي في طريف. ودارت معركه كبيره جدا ما بين جيش المسلمين وما بين جيش الفونسو، وانتصر المسلمين انتصار ساحق، وكمان غرقوا سفن الفونسو في البحر، وقدروا كمان يدخلوا طريف وطردوا جيش النصارى منها. لما شاف الفونسو اللي حصل من ابن الاحمر ومساعدته لطريف، راح بسرعة وتحالف مع بني أشقلولية اللي هما في بينهم عداوة كبيرة جدا مع بني الأحمر، لكن ابن الأحمر قدر يصدهم عن غرناطة. ومن المواقف العظيمة إن المنصور المريني بعت لمحمد الفقيه وقال له إن التحالف اللي ما بينهم لازم يستمر علشان خدمة المسلمين بالرغم من خيانة محمد الفقيه للمنصور المريني. وبعدها بسنة بس اتوفى المنصور المريني، وراح محمد الفقيه يتعاون مع مملكة قشتالية ضد المرينيين والمسلمين اللي في طريف. وكان اتفاق محمد الفقيه مع القشتاليين انه هيديهم شروط حصول مقابل انهم يسيبوا له طريف. لكن بعد ما سقط الطريف وسيطر القشتاليين عليها، قال له محمد الفقيه امك في العشة ولا طارق. وبكده يكون محمد الفقيه قطع كل خطوط الامداد والمساعده اللي كانت بتجيله من بلاد المغرب. وفي عام 709 هجريه يسقط مضيق جبل طارق في ايد القشتاليين، وبكده تستاب غرناطه لمصيرها المحتوم بسبب الخيانه وحب السلطه. وفضلت غرناطه في صراعات داخليه وذل، وكمان دفع الجزيه للممالك النصرانيه. وجي كمان فرناندو ملك قشتاليه واتجوز اليزابيث ملكه اراجوان، وضم المملكتين على بعض وسموها اسبانيا المتحده. وفي وثائق بتقول ان في عام 895 هجريا حصل صلح ما بين عبد الله الصغير وما بين فرناندو واليزابيث. الروايه الاسبانيه بتقول ان عبد الله الصغير تعهد بتسليم غرناطه لفرناندو واليزابيث، لكن الروايه الاسلاميه ما ذكرتش حاجه عن بنود الصلح ده. على كل حال في عام 895 هجريا بعت فرناندو رسول لعبد الله الصغير وطلب منه يسلمه قصر الحمراء. قصر الحمراء ده هو قصر الحكم لفرناطه. عبد الله الصغير رفض تسليم القصر الفونسو. الفونسو راح بسرعه وحاصر غرناطه، لكن المسلمين طبعا ما استسلموش الحصار ده. قدرت غرناطه انها تصد جيش الفونسو،
وبدأت غرناطة تاخد المدن الصغيرة اللي حواليها وتساعد المسلمين اللي هناك. لما عرف ألفونسو راح بسرعة وحاصر غرناطة، لكن غرناطة ما استسلمتش للحصار ده وبرزت حركة مقاومة جديدة بقيادة موسى ابن غسان. وفضل البطل موسى ابن غسان هو والأبطال اللي معاه يدافعوا عن غرناطة لمدة 7 شهور بكل قوة، واستشهد من المسلمين كتير واتقتل من النصارى أكتر. وفضلت الحرب شغالة لحد ما تبقاش من خيول المسلمين غير أعداد قليلة جدا، واستمر البطل موسى ابن غسان يدافع عن المدينة هو والأبطال اللي معاه لحد ما قال مقولته الخالدة: لكي يعلم ملك النصارى أن العربي ليس له إلا الجواد والروح. لكن الشجاعة لوحدها ما تكفيش، وخاصة أن المدينة متحاصرة وأن خطوط الإمداد كمان مقطوعة، وكمان جه الشتاء ونزل التلج وتقطع طريق البشرة اللي عن طريقه كان بيجي الطعام. قلت الأطعمة وانتشر الجوع لحد ما جت مجموعة من أهالي غرناطة وراحت لعبدالله الصغير وطلبت منه أنه يروح لفرناندو ويطلب منه انه يتركهم في امان مقابل انهم هيسلموه المدينه. وتحس كده ان عبد الله الصغير هو والوزراء اللي معاه ما صدقوه، راحوا بسرعه لفرناندو وطلبوا منه الامان مقابل انه هيسلموه غرناطه. لكن البطل موسى ابن غسان قال لهم: اوعوا تاخدوا عهد من فرناندو، عمره ما هيديكم الامان بعد ما تسلموه له المدينه. راح موسى ابن غسان البيت وخد سلاحه وقابل سريه من النصارى وقتل منهم كتير، وكان بيحاربهم وهو طالب بالشهادة لحد ما نهى. وكان من أقواله الخالدة: اتركوا العويلة للنساء والأطفال، فنحن لنا قلوبا لم تخلق لإرسال الدم ولكن لتقطر الدماء. وبعدها بكم يوم دخل فرناندو وإليزابيس لغرناطة، وأول حاجة عملوها جابوا صليب كبير وعلقوه على قصر الحمراء في إشارة إن غرناطة بقت تابعة للمملكة الكاثوليكية وإن حكم المسلمين في الأندلس خلاص انتهى. خرج عبد الله الصغير في ذل وانكسار بعد ما سلمهم غرناطة، وراح على مكان مرتفع وقف يبص على القصر بتاعه لحد ما نزلت دموعه ووصلت لحد لحيته. وهنا كانت مقولة أمه الخالدة: أجل فلتبكي كالنساء، ملك لم تستطيع أن تدافع عنه كالرجال. وتم تسليم غرناطة في 2 من ربيع الأول عام 897 هجريا الموافق 2 يناير عام 1492 ميلادية، وبكده سقطت الأندلس بكل حضارتها وتاريخها. وطبعا ما وفاش النصارى بعدهم وبدأوا يجبروا المسلمين على اعتناق المسيحية، واللي يرفض اعتناق المسيحية يقتلوه في وقتها، واللي يقبل اعتناق المسيحية بيسموه مورسكي يعني مواطن درجة تانية. وتحولت المساجد لكنائس وظهرت محاكم التفتيش، وكانت محاكم التفتيش وظيفتها كالآتي: اللي ثبت عليه انه مسلم يقتلوه في الحال، واللي ما شربش الخمر يقتلوه في الحال. وصلوا درجة كبيرة من الظلم والاضطهاد لدرجة ان كان يلبس لبس نظيف يوم الجمعة فهو كده مسلم فيقتلوه. وكمية التشريد والتعذيب اللي حصلت للمسلمين في الوقت ده ما حصلتش في تاريخ البشرية كلها. وبالرغم ان نابليون كان ديكتاتور الا انه انصدم لما شاف اشكال التعذيب اللي كان بيتعرض لها المسلمين هناك. فكان من ضمن اشكال التعذيب دي ان كانوا بيمسكوا المسلم ويمسكوا منشار ويقطع المسلم نصين، او يحطوا في قبة من الحديد ويولعوا في النار. ولحد الان يوم 2 يناير هو عيد عند الاسبان بيحتفلوا بيه، فبيجوا شايلين الرايات اللي خدوها من المسلمين في موقعة العقاب ويلفوا بيها الساحات والميادين، وكمان بيعملوا مسرحيه هزليه يتريقوا فيها على عبد الله الصغير وهو بيسلم غرناطه لفرناندو. لكن في النهايه لازم نقول ان الاندلس ما سقطتش غير بسبب الانقسامات والتخاذل والخيانه وحب السلطه. وبكده يكون الجزء الرابع والاخير من سلسله الاندلس منذ الفتح حتى السقوط خلص. يا رب اكون قدرت اوضح الصوره على قدر الامكان. هسيب لكم المصادر في الوصف، وكمان هسيب لكم اسامي الكتب جميله جدا عن الاندلس يا ريت تقروها. استنوا الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، هنتكلم عن حقائق كتير عنه ممكن كتير مننا ما يكونش يعرفها. اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.